بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي يضيع صلاة العصر مثلا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني وتر يعني صار وترا. واحد راجع للبيت لقى البيت محترق، أهله كلهم موتى وماله كله فقد. ده لمن يترك مرة صلاة العصر، مرة واحدة وتر أهله وماله. فلما يجي إنسان يضيع عمره، تطلع على الأهاوي النهاردة بتاعت النت والكلام ده، شباب قاعدين ما لهمش شغلانة إلا أن يدخلوا عشان يكلموا البنات ويعملوا حوارات والكلام ده. تطلع على الكورنيش ولا على أي مكان تلاقي أمم طالعين يضيعون أعمارهم. أنا ما بقولش أن لا ما يتفسحش ما يطلعش، لا، لكن كل شيء بقدر. أنا أتكلم عن قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري.